وللمزيد حول تطورات المشهد في ليبيا في ظل تأجيل الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد السلام الراجحي. أهلا بك سيد عبد السلام. إلى السؤال الأول، يعني المفوضية العليا للانتخابات تحل اللجان سيد عبد السلام، وهذه اللجان كما تعلم هي التي تشرف على الانتخابات وانتهت عقود موظفيها. السؤال هنا، كيف تقرأ هذا الإجراء ومدى قانونيته؟ تفضل. مساء الخير لك أستاذ المشاهدين. أهلا بك. طبعا بعض اللجان انتهت مهامها، فبالطبيعي سيحل لأعمالها. مثلا في لجان خاصة بتوزيع البطاقات الانتخابية، لجان خاصة باستلام البطاقات الانتخابية التي لم يتم استلامها، فيما يخص سجل الناخبين، فيما يخص المترشحين لمجلس النواب او مجلس او منصب الرئيس. هذه اللجان كلها كانت لجان مؤقته وكادت عملها، فبالطبيعي سيتم ايقاف عملها وحلها. وفي بعض اللجان بحكم انه تاجل الانتخابات بدون ذكر او تحديد موعد انتخابي جديد، بعض الموظفين المتعاونين سيتم ايقافهم حتى يكون هناك نوع من عدم اهدار المال العام. اعتقد ان الاجراء الذي قام به المفوضيه اجراء عادي وروتيني وليس يعني هذا يدل شيء معين، فقط كان في دلاله سياسيه. الاجراء الوحيد انه لا يوجد اتفاق على موعد بديل لل 24 ديسمبر حتى الان، وهذا الموعد البديل اعتقد ان يكون في شهر يناير. اذا كانت المفوضيه كانت لديها يقين ان ستكون هناك انتخابات في يناير، لاستمرت بعض اللجان وبعض المتعاونين معها في تعاقداتها معهم. لكن فيما يخص ان اصبح لدي المفوضيه يقين حتى الان لا يوجد اتفاق على ان يكون هناك انتخابات في شهر يناير او حتى بدايه فبراير. فالاجراء عادي، في جزء منها طبيعي، والجزء الاخر فيما يخص ان لا يوجد اتفاق حتى الان على موعد بديل للانتخابات، وهذا امر أعتقد أنه أمر خطير جدا حتى يعني يربك المشهد السياسي، خصوصا أن البعض يريد القفز على هذه المرحلة بإجراء ربكة في السلطة التنفيذية. بعض النواب المتحالفين مع عقيل الصالح رئيس مجلس النواب يريدون تعطيل هذه الانتخابات حتى يفرضوا واقع آخر في إسقاط حكومة وإتيان بحكومة جديدة، وإن جاءت حكومة جديدة هذا مؤشر أنه لا يوجد انتخابات خلال الست أشهر القادمة. إلى سؤال جديد الآن سيد عبد السلام، يعني اجتماع المرشحين الرئاسيين في منزل خليفة حفتر بعد تأجيل الانتخابات، باعتقادك الشخصي ما الهدف منه؟ تريد السؤال أستاذي الكريم؟ مجددا أسألك، يعني اجتماع المرشحين الرئاسيين في منزل خليفة حفتر وذهابهم إلى بنغازي بعد تأجيل الانتخابات، ما الهدف من هذه الاجتماعات مع حفتر بالتحديد؟ ما الهدف منها؟ هو اول الاجتماع لم يكن في بيت حفتر، كان في فندق في بنغازي، لكنه كان مع حفتر. نعم بدعوه كما سميت، بدعوه من حفتر، صحيح، انا اتفق معك في هذه. اعتقد ان هو تحالف تكتيكي ضيق قصير المدى بين الاطراف او بين المتنافسين حتى يكون هناك رؤيه لاجراء لتحديد موعد اخر. هو نوع من التحالف حتى يكون هناك ضغط على الاطراف السياسيه، خصوصا ان كان المفوضيه او مجلس النواب او الحكومه، ان يكون هناك موعد بديل للانتخابات حتى يعني يكون يعني نوع من التاثير على وتنسيق، لان هؤلاء المرشحين يروا في نفسهم انهم الان تاثيرهم السياسي بدا يتضاءل بعد تاجيل الانتخابات، فالافضل ان يكون هناك نوع من التنسيق ما بينهم. لكن اعتقد هذا التحالف لن يكون طويل الامد ولن يكون وثيق، لان هناك ما بينهم مصارع الحداد اولا، الامر الاخر ان هم متنافسين على مكان واحد او كرسي الرئاسه، فمن الصعب ان يكون هناك تحالفات ما بعد يعني تحالفات طويله، فهي عباره عن تاثير او الضغط على ان يكون هناك موعد محدد لاجراء الانتخابات. منذ ايام انتشرت سيد عبد السلام انباء عن وصول طائرات تابعه لخليفه حفتر محمله بالاسلحه. السؤال هنا، إلى أي مدى تظن أن ترتيبات ما سبقت، أن هناك يعني ترتيبات معينة مثلا سبقت فشل إجراء الانتخابات وربما يظهر أثارها قريبا أو تظهر؟ الطائرات التي هبطت في قاعدة الجفرة والقرضبية في سرت هي ليست تتبع حفتر بشكل مباشر، هي تتبع شركة أو مرتزقة فاغنر. والآن مرتزقة فاغنر حتى نكون دقيقين لا يخدمون حفتر بحد ذاته، لديهم أصبح مشروع منفصل، واحد اهم هذا المشروع هو تمكين سيف او ادخال سيف العمليه السياسيه او حتى
توصيله الى الانتخابات. حتى الان ونحن نتحدث هناك سيف مترشح للانتخابات بحكم محكمه، ويعني احد اسباب التعطيل حتى يعني احد اسباب تعطيل اجراء الانتخابات هو الصدمه التي حدثت للجميع بان المحكمه ثبتت او حكمت لصالح ترشح سيف. فهذه القوة هي ليست لحفتر مباشرة، هي تخدم الرؤية والمصالح والتكتيك الداخلي التي تقوم به روسيا على الأراضي الليبية عبر شركة فاغنر وجيش الرديف للجيش الروسي وهو مرتزقة فاغنر. إلى السؤال الأخير الآن سيد عبد السلام، يعني بالتوازي مع كل هذه المعطيات التي ذكرت، شهدت عين زارة توترات أمنية كما تعلم، وصاحبتها تحركات عسكرية في طرابلس. السؤال هنا، ما المخاوف التي يمكن أن تهدد العاصمة طرابلس في ظل التطورات الأخيرة؟ لا أعتقد أن هي فيه، أنا من سكان عين زارة ويعني وأنا من سكانها وكنت متواجد، يعني أعتقد أن هناك مبالغة لما حدث، هو عبارة عن تحركات عسكرية، هناك سوء تفاهم لأن بعض هذه القوات تتبع وزارة الداخلية وبعض هذه القوات تتبع وزارة الدفاع، هناك صار نوع من عدم التنسيق بينهم والاشكال يعني انتهى، واعتقد لن يتكرر، واعتقد ان هذه الاطراف او هذه القوى اعتقد ان تجربتنا معها لن تقوم باي عمل يزعزع عمل عسكري او امني، يزعزع امن العاصمه او يزعزع او يعني يتضرر منه المدنيين او اهالي العاصمه طرابلس. وكما قلت لك الشتان عين زارة ويعني يعني في هناك مبالغه اعلاميه مما حدث اليوم في العاصمه طرابلس. من طرابلس كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد السلام الراجحي، شكرا جزيلا لك.